السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم خامس؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا حصتنا اليوم للتربية المهنية كانت تكمل الدرس الإسعافات الأولية، وهلأ راح نكمل الدرس الثاني اللي هو حقيبة الإسعافات الأولية. نسجل التاريخ 5 ونبلش في درسنا على بركة الله. طبعا درسنا عن حقيبة الإسعافات الأولية، هلا بيحكونا إنه كثير من الناس تتعرض لأشياء خطرة مثل كسور أو رضوض أو جروح في أماكن عامة أو ممكن حتى في المنزل. لذلك يجب الحرص على إنه يكون في كل بيت أو في السيارة أو في العمل تكون حقيبة تسمى بحقيبة الإسعافات الأولية. حقيبة الإسعافات الأولية، حقيبة الإسعافات الأولية هي حقيبة دائما تحتوي على أدوات طبية نستخدمها في حالة إذا وقعت عنا أي إصابات تستدعي منا إجراء أولي. إذا في الأماكن العامة أو في المنزل أو في العمل أو في السيارة يجب أن يكون لديك حقيبة إسعافات أولية. حقيبة الإسعافات الأولية يا خامس هي عبارة عن حقيبة تحتوي على أدوات طبية بهدف استعمالها عند وقوع إصابات تستدعي إجراء إسعاف أولي لحين تقديم الرعاية الطبية اللازمة أو الذهاب بالمصاب إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى. إذن هاي هي حقيبة الإسعافات الأولية التي يجب أن نحرص على أن تكون موجودة إما في المنزل أو في العمل أو في مكان أماكن العمل أو في الأماكن العامة أو في السيارة. هلأ ما هي مواصفات حقيبة الإسعافات الأولية؟ إذا سألتك حكيت لك اذكر صفات يجب أن تتوفر في حقيبة الإسعافات الأولية. رقم 1 إنها تكون بسيطة الشكل. 2 أن تكون متينة وسهلة الحمل والفتح. 3 ذات حجم مناسب تستوعب العبوات والمطهرات السائلة وغيرها. إذن مهم إنك تكون حافظ مواصفات حقيبة الإسعافات الأولية اللي هي بسيطة الشكل، متينة وسهلة الحمل والفتح، حجمها مناسب يستوعب عبوات المطهرات السائلة وغيرها. هلا نروح لجدول عندي نشاط موجود فيه بعض المواد الطبية احنا بدنا نعرف هي لايش هاي المواد والادوات اللازمة. اول اشي راح يكون عندي الحالة المرضية وبعدين المواد والادوات اللازمة. الأدوات اللي موجودة عندي هي كمادات، شاش طبي، مرهم علاجي، مطهر، شريط لاصق، بخاخ للحروق، مسكن، غسول للعين، رباط ضاغط، محلول الجفاف، ميزان حرارة، ملقط، مقاس، دليل للإسعاف الأولي، جبائر مؤقتة. هلا راح نشوف الحالات المرضية والأدوات أو المواد الطبية اللازمة لها. أول إشي عندي الجروح المناسب إلها، شاش طبي، مرهم، مطهر، راح يكون شريط لاصق. هلا الكسور ممكن يكون رباط ضاغط، مقاس، دليل إسعافات أولية، وجبائر مؤقتة. الصداع طبعا المسكنات. الجفاف رايح يكون غسول للعين، محلول للجفاف. ارتفاع درجة حرارة جسم الإنسان رايح يكون كمادات، ميزان الحرارة. طبعا هذا مطلوب منك خامس إنك تعبي الجدول، من تأخذ الأدوات اللي موجودة في النشاط وتعبيها كل واحدة بحسب الحالة المرضية للجروح والكسور والصداع والجفاف وارتفاع درجة حرارة الجسم. هلا ما هي، رح أسألك أحكي لك ما هي الإرشادات الواجب اتباعها عند حفظ الأدوية؟
شو بعمل عشان أحفظ الأدوية؟ شو الأمور التي يجب أن أتبعها؟ 1، يجب التأكد من وضوح الأسماء وغيرها، أسماء الأدوية وغيرها من محتويات حقيبة الإسعافات الأولية. يعني كيف؟ هلأ أنا بتأكد إنه الأسماء الموجودة على الأدوية، يعني اسم الدواء واضح ومحتوياته واضحة اللي موجودة في حقيبة الإسعافات الأولية، يعني ما يكون الاسم ممسوح وأنا ما أعرف هذا الدواء لإيش بدي أعالج فيه. يجب أتأكد من وضوح اسم الدواء اللي موجود ومحتويات حقيبة الإسعافات الأولية، يعني شو فيها حقيبة الإسعافات الأولية، ما هي الأدوات التي تحتوي عليها. يجب أن تكون حقيبة الإسعافات الأولية طبعا بعيدة عن متناول أيدي الأطفال، لأنه فيها أدوية وفيها خطر على الأطفال إذا لعبوا فيها أو تناولوا منها. 3، أني أتخلص من المواد أو الأدوية التالفة التي يتم استخدامها في أماكن مناسبة. استخدمت دواء معين وانتهى، أنا دائما بحاول أتلفه في مكانه المخصص. إذن هاي الأمور التي يجب أن أتبعها في حفظ الأدوية الموجودة في حقيبة الإسعافات الأولية. نروح لصفحة 20. ما هي استخدامات محتويات حقيبة الإسعافات الأولية؟ هلأ حقيبة الإسعافات الأولية دائما فيها محتويات. هاي المحتويات عبارة عن إما مواد وأدوية طبية أو محاليل طبية ومراهم وأدوية. إذن المحتويات التي تحتويها حقيبة الإسعافات الأولية هي مواد وأدوات طبية، محاليل طبية ومراهم، أدوية. هلا المواد الطبية عبارة عن ميزان حرارة طبي يقيس درجة حرارة الجسم عن طريق الفم أو عن طريق الشرج أو تحت الإبط. في عندي كمان شريط لاصق يثبت الأربطة والضمادات. في عندي ملقط يستخدم لإزالة الأجسام الصغيرة والشظايا الموجودة في الجسم. إذن هاي المواد والأدوات الطبية اللي موجودة في حقيبة الإسعافات الأولية: ميزان حرارة طبي، شريط لاصق، ملقط. هلأ نروح للمحاليل الطبية والمراهم. مرهم يساعد على التئام سريع للجروح، ومطهر بستخدمه في قتل الجراثيم أو توقيفها أو توقيف نموها على الأغشية الحية. إذن الموجود عندي من المحاليل الطبية والمراهم مرهم للجروح لالتئامها، ومطهر يستخدم لقتل الجراثيم أو توقف نموها على الأغشية الحية. المحتوى الثالث الموجود في حقيبة الإسعافات الأولية اللي هي الأدوية، ممكن تكون لتخفيض حرارة الجسم وتسكين الآلام، تعطى عن طريق الفم، أو محلول معالجة الجفاف بيستخدم فيه يستخدم لتعويض الفاقد من جسم الإنسان من السوائل والأملاح والجلوكوز بشكل مناسب. إذا كان المصاب يعاني من إسهال أو من غيرها من الأمراض بنستخدم له محلول معالجة الجفاف، هذا بعوضه الفاقد من جسمه من السوائل والأملاح والجلوكوز بشكل متوازن. إذن هاي هي محتويات حقيبة الإسعافات الأولية: مواد طبية، مواد وأدوات طبية، محاليل طبية ومراهم، أدوية. هلا بدي أرتب صندوق الإسعافات الأولية. قبل ما أرتب صندوق الإسعافات الأولية يجب أن يكون عندي هذه المواد اللي هي ماء وصابون، مواد ومحاليل طبية، أدوية، فوطة نظيفة، أدوات طبية، صندوق أو حقيبة. خطوات ترتيب حقيبة الإسعافات أو صندوق الإسعافات الأولية كما يلي: أول إشي براعي طبعاً أمور السلامة بإني بنظف يدي قبل البدء في العمل، بغسلهم بالماء والصابون جيداً. 2، بخرج جميع محتويات الصندوق اللي بتحتوي عليه كل الأدوية والمراهم والشاش كلها بخرجها جانباً عشان أبلش في ترتيبها.
هلا بحاول إني أزيل الغبار اللي موجود في الصندوق وبنظفه بفوطة مملوءة بالماء وبجففه جيداً. الخطوة الرابعة بتخلص من المواد المنتهي صلاحيتها والتي لا والتي تكون تالفة في سلة المهملات. الخطوة اللي بعدها بحط صندوق بصنف الصندوق بصنف محتويات الصندوق أو الحقيبة حسب ما أنا بدي أستخدمها، بصنفها حسب استخدامها. بتأكد من صلاحية كل المواد الطبية والمستلزمات اللي موجودة عندي في حقيبة الإسعافات الأولية اللي منتهي صلاحيتها، بخليها وبوضعها في الصندوق أو في حقيبة الإسعافات الأولية، واللي مش واللي منتهية بحاول إني أتخلص منها. بتأكد من إنه أسماء الأدوية جميعها واضحة. الخطوة الأخيرة ببحث عن مكان معتدل لدرجة الحرارة، ما بضعها قريبة من أشعة الشمس، الصندوق لا يجب أن لا يكون قريب من أشعة الشمس ولا من الرطوبة، وبحاول أن تكون أني أغلق الصندوق جيدا وأحفظ بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. إذن هاي هي خطوات ترتيب صندوق الإسعافات الأولية. يعطيكم العافية.